وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة مرهون، طبيب وعضو فريق الجينوم بوزارة الصحة. نرحب فيك دكتورة فاطمة، وبداية ما أبرز ما تم استعراضه في الندوة الافتراضية بين مركز الجينوم الوطني ومركز الجينوم بدولة الإمارات؟ نعم، في الندوة الافتراضية التي انعقدت صباح اليوم بعنوان الجينوم وخارطة الصحة الوطنية، تم استعراض مسيرة مشروع الجينوم في كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمبادرات العديدة المنضوية تحت هذا المشروع، مع التأكيد على أهميته ودوره في تعزيز النظام الصحي، حيث يسهم تحليل الجينوم في تحسين تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكر لها ومدى قابلية الأشخاص للإصابة بها، كما يسهم كذلك في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، مما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة بإذن الله. نعم دكتورة فاطمة، أهم التطلعات المستقبلية التي يعمل مركز الجينوم الوطني على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في ظل المنظومة الصحية الخليجية المشتركة؟ في الحقيقة شهد برنامج الجينوم الوطني تجربة متميزة منذ إطلاقه، ونحن نفخر بالطاقات الشبابية الوطنية العاملة ضمن فريق الجينوم، والتي حرصت على مدى السنوات الخمس الماضية على تسخير كافة طاقاتها والتزامها في تحقيق الأهداف دون الإغفال عن التطوير المستمر للجانب الأكاديمي والبحثي، كما نسعد بالوعي الذي يتمتع به المواطنون في مملكة البحرين والذي لامسناه من خلال استجابتهم العالية في معدل المشاركة ضمن البرنامج، والسير وفق الخطة الزمنية المحدد واقترابنا من تحقيق هدف الوصول إلى جمع 50,000 عينة نهاية هذا العام الحالي 2023. نعم. لننتهي بذلك من المرحلة الأولى من مشروع الجينوم على أن يتم بعدها البدء بتحليل العينات على مراحل ورسم خارطة البحرين الجينية، لنسهم في إثراء المنظومة الصحية الخليجية المشتركة من خلال نشر الأبحاث المشتركة ووضع السياسات الصحية المرتبطة بالوقاية من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الخبرات واستحداث البرامج التدريبية المتقدمة في مجالات الجينوم والابتكار والذكاء الاصطناعي. نعم دكتورة فاطمة مرهون، طبيب وعضو فريق الجينوم بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.